ليف، نيسان ليف، موديل من موديلات شركة نيسان. وقلنا قبل كده ان انا في عندي شوية موديلات، حد فاكرهم؟ تسلا موديل كام؟ ها اللي خدناها، خدنا تسلا موديل اس. يا ريت تكتب معايا او ارجع للسلايدات اللي كنا واخدينها المحاضرة اللي قبل اللي فاتت. احنا خدنا في نيسان، خدنا سيارة اسمها ليف، تمام؟ هنحفظهم مع بعض دلوقتي، هسمعهم. يبقى في نيسان خدنا مين؟ سيارة ليف. وفي تسلا تسلا موديل كام؟ موديل اس. موديل اس، موديل اس. تمام. والكيا خدنا مين؟ الكيا خدنا كيا سول، فاكرها؟ كيا سول. طيب وبعدين خدنا بي ام دبليو. بي ام دبليو خدنا فيها مين؟ بي ام دبليو اي 3. بي ام دبليو خدنا فيها مين؟ بي ام دبليو اي 3. طيب مهندرا خدنا مين في مهندرا؟ اي 20 بلس. يبقى مهندرا خدنا فيها اي 20، اي 20 بلس، تمام. فورد، مين في فورد؟ حد فاكر فورد ايه؟ فوكس، فورد فوق. لازم نحفظهم دول، لازم على الاقل تبقى انت وقاعد كده مع اي حد عارف شويه موديلات سيارات كهربيه، عشان هم دول اللي انت هتبدا تبني عليهم. يعني كل اللي هيجي بعد كده في نيسان، والله هو طور مش عارف في الموتور شويه فسماها نيسان مش عارف كذا، والله هو زود في قوه الحصان فعمل الموديل الفلاني. فاحنا اللي بندرسه في الكورس، هندرس مثلا سي من نيسان، هندرس نيسان ليف، خدناها المفروض، تمام. بناء عليها هتبقى انت عرفت موديلات نيسان. هناخد بعد كده سلايدات خاصه بكل الموديلات مره واحده، نيسان بيطلع منها مثلا خمس ست موديلات كذا. المهم ان انت عارف نيسان ليف وبتعرف تقرا الداتا شيت بتاعتها. في تسلا خدنا موديل اس، خدنا موديل اس. طيب في كيا، في سياره مشهوره جدا اللي هي كيا سول. بي ام دبليو خدنا بي ام دبليو اي 3، تمام. وبعد كده في مهندرا خدنا اي 20 بلس، اي 20 بلس. وفي فورد خدنا فورد فوكس، فورد فوكس. وفي شيفورلي، تمام، في شيفورلي خدنا مين؟ شيفورلي، شيفورلي فولت، معروفة العربية دي كتير جدا. وفي متسوبيشي خدنا اي ام اي اي في، اي ام اي اي في، دي في متسوبيشي. وبعدين خدنا السيارة البي واي دي، البي واي دي خدنا منها مين؟ بي واي دي اي 6. طيب تاني في موديلات لازم نبقى حافظينهم كويس وهنسمعهم لبعض. الموديلات دي ليه بنعرفها او بنحفظها؟ عشان انت لما تيجي تشتغل في السوق تبقى عارف شويه موديلات في السيارات الكهربائيه. هندرس من كل سياره موديل، تمام، وبالتالي الباقي هيبقى شبهه. فاحنا خدنا السياره النيسان، خدنا منها نيسان ليف، نيسان ليف. بعد كده التسلا خدنا تسلا موديل اس، الكيا خدنا كيا سول، تمام. البي ام دبليو خدنا بي ام دبليو اي 3. المهندرا خدنا اي 20 بلس. الفورد خدنا فورد فوكس، فورد فوكس. وبعدين الشيفورلي خدنا شيفورلي فولت. وبعدين المتسوبيشي خدنا اي ام اي اي في، اي ام اي اي في. وبعد كده الموديل الصيني البي واي دي خدنا بي واي دي اي 6.